مدام يعطيكم الصحة يظهر لي الناس الكل شيخت وتفردت في باب سويقة اليوم، عرض من أحلى ما فمت ليلي قفسي وأيضا إقبال جماهيري كبير برشا. الحمد لله الناس فرحت وريت الفرحة عند نساء الكبار والرجال الكبار قبل الشباب. هذه أجواء باب سويقة اللي يلزمها ترجع كيف ما كانت وخير من اللي كانت. الحمد لله هما سهريات من أول سهرية لليوم كانوا ناجحين جدا خاصة من الجماهير. وتليلي القفصي بصراحة أبدع اليوم كما عرفتوا كما تمنيت أنه باش يكون الأجواء. أنت عملتي مشكلة كبيرة في الديار اليوم، انسى خليت الكوزن نتاعها كل المعون مش مغسول وجاد بوحدك لهنا باش تشتغل. أي خليه يشطحوا يتفردوا ويزاوا من الكوجينة. والمعون لشكون؟ يقعد الغدوة. ضيف هذايا محليه ساعة. عسلامة. عسلامة. شو اسمك انت؟ سامي. خيرك يا سامي. خيرك. خيرك يا عمو شنتبي. شنتبي. انت شكون ساعة؟ عملت فيهم التوانسة الكل راه. صحيح توانسة وليبية. به انت اللي تمثل بالكاميرا كاشي هكا ولا؟ نعم. به ترى اعطيني جملتين من القلب للقلب من ليبيا ترى. أحلى تحية من بلاد ليبيا لتونس وكيف كيف زادة من تونس لليبيا وهم ليبيا وتونس بلد واحد بيه. ما يتقسموش على اثنين. خليني أنا نسألك باهي يا وليد أنت عندكم المبكبكة في الدار. صحيح. شنو هي المبكبكة؟ مقاونة جاية. خيرك أنت تضحك. شنو تبي انت؟ شنو تبي يا عمو؟ شنو يا عمو؟ خيرك يا عمو تقدر تساعدني؟ هذه نتاع الفرزيت حتى عمو فاش تحب نساعدك؟ ما تساعدني في شيء انت شن تبي نساعدك؟ انا نبيك انت. ندير لك كاميرا خفيه. قل لي كاميرا خفيه التوانسه الكل وليبيين كل وقعتهم في بعضهم ورديتهم خوافه علاش؟ هكا علاش يا شبوب انت؟ عاش ده يا كاميرا كاشي صح نعدوها على قناة ليبيا والوسط الساعة 6:30 بتوقيت تونس 7:30 بتوقيت ليبيا 8:30 بتوقيت السعودية. انت تخاف كي تعمل كاميرا كاشي ولا بكل؟ لا بكل لا بكل 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 حتى الفرزيت في وراوف كوك اش عامل فيه؟ شنو؟ راوف كوك عادي يعني ابويا زي ابويا هو متبنيه من اللي عمره عامينا. قل لي ساعجبك انت عاقل في الكاميرا الخفيه ندير حاله نبدا في الحوش نبدا عاقل ندير لهم قديم شويه مقالب هيك ما ريتوش الكاميرا كاشي كيف خذك المفروض تعطيني المرايات لا ما نقدرش اعطيني المرايات في عندي نظاره ما تلبيها نعطيها لك اعطيني المرايات اعطيني المرايات ما نقدرش عمو نمثل بها ندير فيها ندير بيها في المقالب اعطيني المرايات خير لا ندير بيها في المقالب حتى بتوقعني في كاميرا خفيه ما تقدرش خطيك انا ما تقدرش مع السلامه مع السلامه مع السلامه من خلال تحيه رؤوف كوكا اللي ابدع زاده في الكاميرا كاشي من البرامج الحلوه اللي قاعدين نتفرجوا فيها دونك هاك ترى تو في بسيقه كيفاش حافله ومازالت العباد ساهره ومازالت تحب على العروض الجايه باللي قبل كل شيء تحيه شكر لوزاره الشؤون الثقافيه المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه على راسهم المندوب هشام الزيدي اللي دعمنا بالعروض الممتازه اللي تليق بساحه ببسويقه كذلك السلطات المحليه معتمده ببسويقه اساسا بالشيخ ومعتمد المدينه البلديه الامن اللي ساندونا المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات اللي دعمتنا في الاضاءه اللي تشوف فيها كاينه كرتاج هنا يعني الحمد لله ان شاء الله تكون تظاهره ناجحه انت نكمل معاك شنتب يا رؤوف كوكا نوجه احلى تحيه لرؤوف كوكا وامي واخواتي والوطن اللي شاهد فيا كله انا وطن ليبيا ولا تونس العالم العربي كله ليبيا ولا تونس العالم العربي كله مبروك يا سبسوب
Yeah.